بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدنج. النهاردة إن شاء الله معادنا مع شمعة الدوجي، دوجي كاندلستيك، في صورة 10 معادلات رياضية. والمعادلة الرياضية هي علاقة بين طرفين لمتغيرات يفصل بينها علامة يساوي. فمثلا 3 بلس 2 إيكوال 5، يعني 3 زائد 2 بتساوي 5. المعادلة الأولى 4 برايس دوجي، دوجي الأربع متساويات، شمعة واحدة فيها سعر الفتح يساوي سعر الغلق يساوي أعلى سعر يساوي أدنى سعر. المعادلة الثانية دراجون فلاي دوجي، شمعة الدبور الطائر، دوجي ثلاثي المتساويات، شمعة واحدة فيها سعر الفتح يساوي أعلى سعر يساوي سعر الغلق، وتكون على شكل حرف T. المعادلة الثالثة في حالة الأب ترند، هذا النموذج عبارة عن اتجاه سابق كان صاعد، شمعة خضراء زائد شمعة دوجي يساوي هبوط شمعة حمراء، ويسمى هذا النموذج Evening Doji Star، شمعة دوجي المساء. المعادلة الرابعة في حالة الداون ترند، هذا النموذج عبارة عن اتجاه سابق كان هابط، شمعة حمراء أو شموع حمراء زائد شمعة دوجي يساوي صعود شموع خضراء، ويسمى هذا النموذج مورنينج دوجي ستار، نجمة دوجي الصباح. المعادلة رقم 5 نجمة الصباح مورنينج ستار، شمعة طويلة حمراء زائد شمعة خضراء متوسطة زائد شمعة خضراء طويلة نسبيا تساوي صعود شموع خضراء نظرا لدخول المشترين اللي هم البولش. المعادلة رقم 6 نجمة المساء ايفنينج ستار، هذا النموذج مكون من 3 شمعات، الأولى خضراء طويلة زائد الثانية خضراء متوسطة زائد الثالثة حمراء طويلة نسبيا يساوي هبوط، مما يدل على تدخل البائعين اللي هم البرش. ويجب ملاحظة الفرق بين هذا النموذج ونموذج ايفنينج دوجي ستار كما في المعادلة رقم 7. المعادلة رقم 7 شمعة دوجي المساء ايفنينج دوجي ستار ولها حالتان، الحالة الأولى 3 شموع خضراء طويلة زائد شمعة دوجي زائد شمعة حمراء يساوي هبوط. الحالة الثانية لإيفنينج دوجي ستار، شمعة واحدة خضراء كبيرة زائد شمعة دوجي زائد شمعة حمراء يساوي هبوط. ملحوظة هامة جداً، يلاحظ أننا أجرينا عملية دمج للشموع في الحالة الثانية، 3 شموع خضراء تساوي شمعة واحدة كبيرة. المعادلة رقم 8 شمعة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار، نموذج من 3 شمعات وله حالتان، الأولى 3 شمعات حمراء زائد دوجي زائد شمعة خضراء يساوي صعود، مما يدل على دخول المشترين اللي هم البوليش. الحالة الثانية من حالات مورنينج دوجي ستار، شمعة واحدة حمراء كبيرة زائد شمعة دوجي زائد شمعة خضراء يساوي صعود، مما يدل على دخول البوليش. ويلاحظ أننا أجرينا عملية دمج 3 شمعات حمراء تساوي شمعة واحدة حمراء كبيرة. المعادلة رقم 9 دمج أو جمع شمعتين في شمعة واحدة أيا كان لون الشمعة، ناتج عملية الدمج يكون كالآتي، أعلى سعر في الشمعة الأولى يساوي أعلى سعر في الشمعة المدمجة،
أدنى سعر في الشمعة التانية يساوي أدنى سعر في الشمعة المدمجة. سعر الغلق في الشمعة الأولى يساوي سعر الغلق في الشمعة المدمجة. سعر الفتح في الشمعة التانية يساوي سعر الفتح في الشمعة المدمجة. معادلة رقم 10، دمج ثلاث شمعات في شمعة واحدة أيا كان لون الشمعة. كما نلاحظ في الرسم، أعلى سعر في الشمعة الأولى يساوي أعلى سعر في الشمعة المدمجة، أدنى سعر في الشمعة الثالثة يساوي أدنى سعر في الشمعة المدمجة، سعر الفتح في الشمعة الأولى يساوي سعر الفتح في الشمعة المدمجة، سعر الغلق في الشمعة الثالثة يساوي سعر الغلق في الشمعة المدمجة. وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.